السلام عليكم. من ضمن الحاجات اللي غليت جدا في ألمانيا بسبب الحرب اللي بتحصل حاليا في أوكرانيا هو البنزين والغاز الطبيعي اللي بيدفوا بيه البيوت. البنزين غلي جدا لدرجة ان انت لو كنت بتحط بنزين في العربية بتاعتك وبتعبيها على الآخر بتحط فيها مثلا ب40 يورو، دلوقتي بقى أكتر من الضعف، بقى حوالي 80 و85 يورو. كل الناس بتحاول تلاقي طرق للتوفير وأي حيلة بحيث ان هم يقدروا يوفروا ولو مبلغ بسيط في استعمال الغاز وفي استعمال البنزين. وحصل وشفنا الفكرة بتاعت التذكرة ام 9 يورو، تذكرة ألمانيا عملتها تركب بيها القطر والاتوبيس لمدة الشهر كله بتشتريها ب 9 يورو بس، ولكن العرض ده محدود وهينتهي قريبا بنهاية الشهر ده، وبعديها هترجع الأسعار زي ما هي وممكن تغلى أكتر. من ضمن الشركات اللي بتحاول تخفف على الناس شركة جوجل الأمريكية، عملت حيلة ممتازة جدا، فخليكم معانا نطلع نشوف المقدمة بتاع الفيديو عشان نعرف ايه هي الحيلة بتاعت شركة جوجل الأمريكية. اهلا بيكم. شركة جوجل الأمريكية هتضيف خاصية جديدة للمستخدمين اللي موجودين في ألمانيا. الخاصية دي مستعملة في أمريكا من سنة 2021 وفي كندا من سنة 2022. السبب بتاع إضافة الخاصية هو غلاء البنزين بسبب حرب روسيا. دايما في إعدادات برنامج الخرائط بتاعك لما تكون مسافر بتقدر تختار يا إما الطريق الأسرع يا إما الطريق الأقصر، ولكن في ألمانيا سيتم إضافة اختيار الطريق الموفر للبنزين، يعني لا الأسرع ولا الأقصر ولكن الطريق اللي بيوفر لك بنزين أكتر. من الممكن أن يكون الطريق الأوفر للبنزين هو في نفس الوقت الطريق الأسرع صدفة، وفي بعض الأحيان ممكن يستغرق الطريق الموفر للبنزين وقت أكثر، ولكن سيكون على أي حال أقل استعمالا للبنزين من أي طريق آخر، مع ملاحظة أن شركة جوجل مش هتقوم بإرسال السائقين اللي بيستعملوا الخاصية ديت إلى الطرق الجانبية. طرق جانبية يعني إيه في ألمانيا؟ يعني أنت تدخل جوه القرى نفسها وجوه المناطق السكنية. الاختيار ده مش هتستعمله شركة جوجل. طيب هيجي واحد يقول لك طيب ماشي، ايه المشكله ما جوجل هتنسخ الخاصيه دي، ما هي اضافتها في كندا السنه دي واضافتها في امريكا للمستخدمين اللي هناك السنه اللي فاتت، فهي تقدر بكل بساطه ان هي تنسخها وتحطها لبرنامج جوجل خرائط اللي هو في المانيا. الاجابه لا، الموضوع مش بالسهل لان المانيا تختلف عن الكل. حسب شركه جوجل ان النموذج بتاع المانيا تم تطويره مخصوص وفقط لألمانيا، يعني مش هيقدروا يستعملوا في أي دولة تانية. ليه؟ لأنها تختلف تماما عن أمريكا وكندا في حاجات كتير. زي إيه مثلا؟ زي التضاريس، فين في جبال فين مفيش جبال تلال، ده مش نفس التقسيمة بتاع التضاريس دي في ألمانيا، مش زي التقسيمة بتاعتها في كندا وأمريكا. المزيج كمان بتاع البنزين، إيه المواد المخلوطة على البنزين؟ المواد اللي بتتخلط على البنزين في ألمانيا غير اللي بتتخلط عليه في كندا، غير اللي بتتخلط عليه في أمريكا، ولذلك ألمانيا تختلف عن كندا وأمريكا، ولذلك تم تطوير نموذج مخصوص إلى ألمانيا من شركة جوجل الأمريكية للخرائط. النموذج الجديد اللي طوروه شركة جوجل مخصوص لألمانيا بيعتمد على 3 حاجات: الاختلافات في الارتفاع، كثافة المرور، ونسبة الاستهلاك للبنزين. تفتكر لو انت بتتابعنا من ألمانيا أو من هولندا أو من أي دولة تانية في العالم، هل الفكرة دي فعلا مجدية وهتجيب فايدة ونفع للناس اللي هيستعملوها؟ اكتب لنا في التعليقات. سلام عليكم.